تقديم قائد الفرقة السادسة المدرعة. تمام يا فندم. عميد أركان حرب طاهر غريب طاهر قائد الفرقة السادسة المدرعة اعتبارا من نشرة يوليو 2024. نقطة المشاهدة النقطة 79 شرق وصلة الملاك ب 200 متر اتجاه الشمال في اتجاه السهم الأحمر وامتداده. الطرق الطولية يمين نقطة المشاهدة وعلى مسافة 10 كيلو متر طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي الممتد من القاهرة غربا وحتى الإسماعيلية شرقا بطول 120 كيلو متر. على يسار نقطة المشاهدة وعلى مسافة 15 كيلو متر طريق الزقازيق الإسماعيلية الزراعي والممتد من الزقازيق غربا وحتى الإسماعيلية شرقا بطول 86 كيلو متر. الطرق العرضية خلف نقطة المشاهدة وعلى مسافة 200 متر وصلة الملاك الممتدة من علامة الكيلو متر 76 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبا وحتى البعلوة شمالا بطول 25 كيلو متر. أمام نقطة المشاهدة وعلى مسافة 15 كيلو متر وصلة القصاصين الممتدة من علامة الكيلو متر 86 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبا وحتى القصاصين شمالا بطول 25 كيلو متر. الفرقة السادسة المدرعة يا فندم وعناصر دعمها تصطف في منطقة الاصطفاف على هيئة مربع ناقص ضلع كالآتي: الضلع الأيمن وفي اتجاه السهم رقم 1 وعلى مسافة 200 متر تصطف عناصر المدفعية والمميزة بالبيارق باللون الأحمر في الأسود. في اتجاه السهم رقم 2 وعلى مسافة 250 متر تصطف عناصر الدفاع الجوي والمميزة بالبيارق باللون الأخضر الفاتح. الضلع المواجه للمنصة وعلى الجانب الأيمن وفي اتجاه السهم رقم 3 وعلى مسافة 250 متر يصطف اللواء 56 مدرع والمميز بالبيارق باللون الأخضر. وأمام نقطة المشاهدة وفي المنتصف مباشرة وفي اتجاه السهم رقم 4 وعلى مسافة 200 متر يصطف اللواء 15 مدرع والمميز بالبيارق باللون البرتقالي. وعلى الجانب الأيسر وفي اتجاه السهم رقم 5 وعلى مسافة 250 متر يصطف اللواء 57 مدرع والمميز بالبيارق باللون البنفسجي. وخلف الضلع المواجه لنقطة المشاهدة تصطف عناصر الإمداد والتموين جاهزة لتحميل الفرقة للتحرك. الضلع الأيسر وفي اتجاه السهم رقم 6 وعلى مسافة 250 متر يصطف اللواء الأول المشاة الميكانيكي والمميز بالبيارق باللون الأزرق. في اتجاه السهم رقم 7 وعلى مسافة 200 متر تصطف عناصر قيادة الفرقة السادسة المدرعة والمميزة بالبيارق باللون الأحمر. وعلى أجناب
وأمام نقطة المشاهدة تصف عناصر القيادة العامة للقوات المسلحة كالآتي: على الجانب الأيمن لنقطة المشاهدة تصطف قوات حفظ السلام والمميزة باللون الأبيض، على الجانب الأيسر لنقطة المشاهدة تصطف نماذج من التصنيع المصري والأسلحة والمعدات الحديثة بالقوات المسلحة، وأمام نقطة المشاهدة وعلى الجانب الأيمن تصطف قوات الصاعقة وقوات الصاعقة البحرية، وأمام نقطة المشاهدة وعلى الجانب الأيسر تصطف قوات المظلات وعناصر الصاعقة البحرية، وأمام نقطة المشاهدة تصطف القوات الجوية وعناصر المنظومة صار. الفرقة السادسة المدرعة يا فندم وعناصر دعمها جاهزة لتنفيذ أي مهمة بكفاءة قتالية وروح معنوية عالية. أي أوامر يا فندم؟ شكرا سيادة العميد طاهر، شكرا جزيلا، شكرا.